مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على تجدد القصف على الميليشيات الإيرانية في البوكماء الشرقية سوريا، ينضم إلينا العقيد أحمد حمادة، الخبير العسكري السوري، عبر الهاتف من مدينة اسطنبول. أهلا بكم سيادة العقيد. بداية، انفجارات جديدة بمستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية في البوكماء بعد إعلان الاحتلال الصهيوني تنفيذ العملية، بما تفسر تكرر عملية استهداف الميليشيات الإيرانية وتزايدها خلال الفترة الأخيرة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع إسرائيل تراقب الأجواء بشكل دقيق، هي وقوات التحالف. إيران أدخلت صواريخ لحزب الله العراقي ولميليشياتها في المنطقة، في منطقة البوكمال، حيث أن منطقة البوكمال أو من دير الزور وحتى البوكمال هي منطقة إيرانية حتى الآن تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، تقيم فيها عدة قواعد، أهمها قاعدة الإمام علي، قاعدة قواعد أخرى في تلك المنطقة. لذلك كانت هناك كلما دخلت قوات جديدة أو أسلحة جديدة تريد إيران تهريبها إلى داخل سوريا وإلى ميليشياتها في لبنان، تقوم بقصف هذه الأسلحة الجديدة كما حصل منذ فترة ليست بالبعيدة. لذلك يعني هذا بأن إسرائيل والتحالف الدولي يعني يمنعان أي تمركز قوي أو قاعدة صلبة تقيم إيران ببنائها في هذه المنطقة، حيث أن إيران تنوي إقامة يعني قوس كبير من الأسلحة أو من القوات من اللجاف من جنوب سوريا وحتى الخليج العربي. تقيم شبكة كبيرة من الصواريخ الأرضية وصواريخ الدفاع الجوي وكذلك القواعد العسكرية حتى تحكم الصوق على المنطقة. لذلك إسرائيل وبلسان عدد كبير من مسؤوليها، رئيس الوزراء كوفاخي ورئيس الأركان ووزير الدفاع، يعني كانوا دائما على الاستمرار يصرون على أنهم سيتابعون الوضع الإيراني في سوريا ولن يسمحوا بأن تكون إيران لديها قوة عسكرية صلبة في الأراضي السورية. طيب، يعني بما تفسر تغاضي النظام نظام بشار الأسد عن هذه العمليات المتكررة وعدم التصدي لها إلا فيما ندى؟ يعني قوات النظام وبالتالي من ورائها الروس هم يريدون تقويض الوجود الإيراني في المنطقة أو تقويض القوة العسكرية الإيرانية من خلال التنافس الصامت ما بين الروس وما بين القوات الإيرانية. كذلك هناك عندما تقوم الطريق دير الزور حمص بابتلاع مئات الجنود وكذلك عشرات الأرتال العسكرية، كذلك يدخل ضمن اللعبة بين الروس وبين الإيرانيين وبين نظام الأسد. يعني عندما يتم إطلاق الصواريخ من الطائرات الحربية وتوجد هناك منظومات دفاع جوي لدى النظام ولدى الروس ولم يتصدوا مرة واحدة، يعني هذا بأن هناك تفاهمات سرية ما بين الروس ومن خلال ومن النظام ومن خلال الروس مع الإسرائيليين بأن لا يتصدوا للقوات الصاروخية والطيران الإسرائيلي. طيب، يعني هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا تكرر إيران إرسال أدواتها ميليشياتها ومحاولة بسط نفوذها في هذه المناطق التي تكرر قصفها كثيرا، إن كان من جانب إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة التي شنت بعض الغارات؟ لماذا تستمر إيران بدفع أدواتها إلى نقطة ربما أوصلت إسرائيل أكثر من مرة رسالة بأنها نقطة محرمة على إيران وأدواتها أن تبقى بها؟ إيران تسعى بشكل كبير بأن تدفع بالكثير من قواتها وخاصة الميليشيات، فهي غير آبها بمن يموت من هؤلاء الميليشيات الطائفية التي والمرتزقة التي تنوي إيران إدخالهم في هذه المنطقة. هي تدخل كثافة كبيرة، لا يتم التصدي للجميع، يتم تهريب عدد كبير من هذه الأسلحة. هناك كما قلت يتم تهريب عن طريق بغداد دمشق باتجاه اللجات، باتجاه دير الزور، باتجاه البادية. إذن هناك طرق تهريب كبيرة بالإضافة إلى الطيران الذي تقوم إيران كذلك باستغلاله إلى داخل الأراضي السورية. لذلك كلما أدخلت
المزيد من القوات، يتم قصف أو تدمير جزء من هذه القوات، وبالتالي يتم تغذيه قواتها بالمتبقي الذي لم يتم تدميره. هل يعقل أن إسرائيل يخفى عليها هذه عمليات التهريب المستمرة للصواريخ الإيرانية أو الأسلحة الإيرانية التابعة لها عن طريق ميليشياتها؟ يعني بحسب المرصد السوري، ميليشيا حزب الله في العراق تسلمت صواريخ إيرانية في دير الزور. يعني إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الصواريخ هدفا محتملا للطيران الصهيوني في المستقبل؟ وهل يخفى على الكيان الصهيوني عملية التهريب أو تسلم الأسلحة أو وجود الأسلحة في هذه المناطق التي تكرر قصفها كثيرا؟ يعني لا يخفى على الاستطلاع الإسرائيلي أو على الاستطلاع الدولي، يعني قوات التحالف الدولي القريبة من هذه المنطقة، يعني شرق الفرات هو مناطق استطلاع للطيران الأمريكي، والمنطقة كلها يتم مراقبتها بشكل جيد، ولكن إيران تريد أن تبقي قواتها في هذه المنطقة لأنها تعتبر هذه المنطقة وجود لها أو يعني معركة استراتيجية للإيرانيين في سوريا. لذلك رأيناهم يعني متواجدين من جبل الشيخ وحتى البوكمال وحتى طول البلاد بشكل كبير، أكثر من 300 نقطة عسكرية للميليشيات الإيرانية ولإيران على مجمل الأراضي السورية، ولكن لا تستطيع حتى الآن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل تدمير كل شيء، يعني بالقوات الجوية لا يمكن تدمير كل شيء، يتم هناك عمليات تهريب. لذلك وجود إيران مرتبط بوجود نظام بشار الأسد في سوريا، عندما يتم إسقاط هذا النظام عندها يكون الشعب السوري هو القادر على طرد الإيرانيين والميليشيات الإيرانية من سوريا. العقيد أحمد حماد الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.